سيطر تحريك أسعار الوقود على حديث الشارع اليوم بين مؤيد ومعارض للقرار. وللرد على كل الاستفسارات عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء مؤتمرا صحفيا بمقر مجلس الوزراء بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين. أكد خلاله محلب أن قرار زيادة أسعار المحروقات جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث إن النسبة الأكبر من الدعم يستفيد منها الأغنياء. وأشار محلب أن الحكومة عملت قبل اتخاذ القرار على تثبيت أسعار السلع والسيطرة عليها، مشيرا إلى أن أسعار بعض السلع انخفضت بالفعل. ووجه رئيس الوزراء تحذيرا شديدا إلى التجار والسائقين من عواقب التلاعب بالأسعار، مشددا على أن الحكومة لن تسكت أمام هذا الأمر. ملفات دعم الطاقة، ملفات أدت كل سنة نزود الدعم، كل سنة يزيد الدعم، كل سنة يزيد العجز، وبالتالي تزيد المديونية. كلمات محلب التي ترجمها لأرقام. أقول لكم رقم قد يكون صادم ولكن هو الحقيقة. خلال 10 سنين احنا دعمنا المحروقات والوقود ب 687 مليار جنيه. لكم أن تتصوروا هذا المبلغ لو اتصرف على الخدمات. 687 مليار جنيه بالدين. يعني يا ريت يعني دول بالدين استدنا. كيف أدعم الغني على حساب الفقير؟ سؤال استنكار أتى بعد قوله أين إذن العدالة الاجتماعية، لكن دون أن ينسى ضرورة الضمير الوطني وأن مستغل تحريك الأسعار لن يفلت من القانون. وعشان كده بقول وهرجع لها تاني الضمير الوطني. يعني حركت السولار بس تأثير السولار ايه بقى على الميكروباص؟ ازود 50%؟ اقول له لا ما ينفعش، ده احنا عاملين جداول نزلناها للسيد المحافظين، السيد وزير الادارة المحلية بنفسه امبارح عمل جداول سلمها للسيد المحافظين، مطلوب من السيد المحافظين التواجد في مواقف الميكروباصات والمتابعة عشان اللي بس يعني ينسى شوية كلمة الضمير الوطني نفكره. طب هو متأكد وعايز ينساها وعايز يعني ايه نستغل؟ هنقوله من فضلك ما تستغلش. وهو مصمم لا، هنا بقى ايه بتهيألي في قانون عشان كل واحد يرجع لحب بلده. أرقام كثيرة ذكرت في الضريبة العقارية وتحريك أسعار الوقود والكهرباء والذي ينتج عنهما توفير 51 مليار. الضريبة العقارية خدنا قرار ان 50% من هذه الضريبة يوجه للعشوائيات والمحليات. بإذن الله 22 مليار سيتم إضافتهم لقطاع الصحة. الصحة والتعليم 22 مليار. نحو 25,000 منفذ توزيع و 4,000 جمعية تعاونية. عن حركة الحكومة في توفير السلع من أول يوم تحدث محلب مشيرا إلى ضرورة الترشيد وتقليل الاستهلاك. مديونية قطاع الكهرباء 163 مليار. نتج عن كده إيه؟ لا عنده صيانة، مفيش صيانة، مفيش شبكات، ومفيش توسعات. كلنا بنعترف ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في الكهرباء، لا عندنا صيانة ولا عندنا شبكات ولا عندنا توسعات، وزاد الموضوع اكثر ان مبقاش عندنا غاز. ده الواقع، احنا بقالنا 4 سنين ما عندناش اكتشافات غاز، وبالتالي ابتدينا نستعمل مازوت والمازوت بقى يعطل المحطات فيه. طب مطلوب استثمارات كبيرة جدا في قطاع الكهرباء مع تحريك سعر الكهرباء وعمل دراسات لاستثمارية وجذب الاستثمار في هذا القطاع. أنا أتوقع بإذن الله أن خلال 2 سنين الوضع هيكون أحسن كثيرا كثيرا بإذن الله. لأن احنا واقع مؤلم يراه المواطن من تحريك أسعار الوقود، لكن بنظرة مبعدية للحكومة تضبطها برقابة على المستغلين سلبا للوضع يظهر في الأفق عندئذ، وحسب قول الحكومة وصول الدعم لمستحقيه والفصل الحكم للأيام ولأداء كل من قائد وحكومة وشعب يسعون لمصر الأفضل. أحمد نبيل، التلفزيون المصري.